أيها الأحبة هذا الشيب يعني له أسرار، كيف يتشكل؟ ما الذي يجعل الجسم يمتنع عن إفراز هذه الأصبغة وتصبح يصبح لون الشعر أبيض؟ هذه العملية كانت مجهولة سابقا لدى العلماء، ولكن حديثا قامت جامعات عالمية شهيرة بدراسة اكتشفوا من خلالها سر الشيب والعجيب أن القرآن أشار إلى ذلك قبل أربعة عشر قرنا دعونا نتأمل هذه الدراسات وما أنبأ عنه القرآن قبل ذلك طبعا توصل باحثون من ألمانيا وبريطانيا إلى أن زيادة إنتاج سائل يسمى بيروكسيد الهيدروجين أنه أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء الإصابة بالشيب مع تقدم العمر طبعا هذه المادة بيروكسيد الهيدروجين أو H2O2 هي سائل شفاف أثقل من الماء يؤثر على الجلد فيحرقه، وهو سائل يشتعل بشدة إذا تعرض لحرارة بحدود 100 درجة مئوية، ويستخدم هذا السائل بتركيز 3% من أجل صباغة الشعر وكمطهر طبي، ويمكن استخدامه كوقود للصواريخ ايضا هو مصدر مهم للاكسجين من اجل سهوله الاشتعال اذا هذه الماده المسؤوله عن الشيب ماده قابله للانفجار والاشتعال ويزداد تركيزها مع تقدم السن وبالتالي تحدث تفاعلات كيميائيه تؤدي الى ظهور الشيب الراس وفي بحث نشرته مجله اس الامريكيه وهي مجلة متخصصة بعلم الأحياء التجريبي يصرح البروفيسور هاينز ديكر من معهد الفيزياء الحيوية التابع لجامعة يوهانس غوتنبرغ أن مادة بيروكسيد الهيدروجين تزداد وتتضاعف مع تقدم العمر وتتراجع كفاءة جسم الإنسان بشكل يؤدي إلى صعوبة تحويلها إلى ماء وأكسجين وهو ما يؤدي بدوره إلى منع تكون مادة الميلانين التي تنتجها الخلايا بشكل طبيعي والمسؤولة عن ألوان الشعر والعين والجلد ويعتمد لون الشعر على مدى نشاط الخلايا الملونة هذه, الملونة هذه التي تفرز مادة الميلانين البنية اللون فسواء كان الشعر أشقر أو داكن فإن ذلك يرجع إلى كمية الميلانين التي يتم إنتاجها وتوزيعها سبحان الله يبلغ عدد الشعر أو شعرات الإنسان يبلغ العدد الإجمالي للشعر في الإنسان زهاء خمسة ملايين شعرة منها بحدود 150 ألف شعرة في فروة الرأس ويفقد الإنسان نحو 100 شعرة يوميا يتم تعويض 90% منها من خلال نمو جديد طبعا البروفيسور ديكر يشرح يعني عملية الشيب موضح ذلك يقول ان سائل بيروكسيد الهيدروجين يتكون بمقدار بسيط في كل انحاء جسم الانسان ثم تاخذ هذه المادة في الازدياد مع تقدم الانسان في العمر حيث تقل كفاءة الجسم طبعا في تحويل هذه المادة الى ماء واكسجين وطبعا يعني هناك نقص حاد في تركيز أنزيم يدعى كتلاز داخل الخلايا وهو الأنزيم المسؤول عن عملية تحويل بيروكسيد الهيدروجين طبعا البحث العلمي أيها الأحبة يؤكد أن هناك يعني مادة قابلة للاشتعال هي بيروكسيد الهيدروجين موجودة وتزداد مع تقدم العمر وتترافق مع ازدياد ما يسمى بهشاشه العظام ايضا. سبحان الله القران الكريم يربط بطريقه عجيبه جدا بين اشتعال الراس بالشيب وبين وهن العظام والحقيقه العلميه تؤكد ان هشاشه العظام ترتبط بظهور الشيب بسبب تنكس بعض العمليات الحيويه مع تقدم السن وطبعا تقل كفاءه عمل الخلايا بعد سن الاربعين كما نعلم تبدا معظم العمليات الحيويه بالانحدار في الانسان الله تعالى يقول في ايه عظيمه على لسان زكريا عليه السلام قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا هنا نجد اشاره قرانيه الى حدوث عمليه اشتعال كيميائيه في الراس ينتج عنها الشيب ولو تاملنا الحقيقه العلميه المكتشفه حديثا ان ماده بيروكسيد الهيدروجين هي ماده قابله للاشتعال يزداد تركيزها وكانها تحرق وتشعل هذه البصيلات او الخلايا المسؤوله عن انتاج ماده الميلانين وبالتالي يعني يقل انتاج هذه الماده بسبب زياده تركيز بيروكسيد الهيدروجين الماده القابله للاشتعال او سريعه الاشتعال الله تعالى يقول اني على لسان زكريا عليه السلام اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا سبحان الله هذا التعبير ايها الاحبه الذي استخدمه القران قبل اربعه عشر قرنا يتفق مع المعطيات العلميه الحديثه بالله عليكم الا تشهد هذه الايه على اعجاز القران الذي قال الله فيه ولتعلمن نباه بعد حين